السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ ما هي أخباركم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله، واليوم يتجدد لقاؤنا معا في سورة جديدة وهي سورة الإخلاص لنتعرف عليها. سورة الإخلاص لها مكانة عالية في القرآن الكريم، وإذا قرأناها فهي تعادل ثلث القرآن الكريم. لنرى عظمة هذه السورة، انظروا في البداية إلى الصور التي أمامكم. نحن إلى من نتوجه؟ نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هل لدينا إله غير الله؟ لا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نحن من نعبد؟ رائع، أشكركم. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى. عندما نريد أن ندعي، إلى من نتوجه بالدعاء؟ جزاكم الله خيرا، نحن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء. إذن درسنا اليوم هو سورة الإخلاص. هيا استمع إلى تلاوة سورة الإخلاص ولا تنسى الترديد بشكل جيد خلف القارئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. بعد الاستماع إلى الآيات الكريمة سوف نتعرف على بعض من المعاني. أولا، أحد. ما معنى أحد؟ أي واحد لا شريك له، أي أن لا نعبد سوى الله سبحانه وتعالى، وهو واحد أحد. الصمد، هو من يقصده الخلائق في حوائجها. يعني نحن إلى من نتجه في الدعاء؟ إلى الله سبحانه وتعالى. كفوا، أي لا مثيل له أو شبيها. بعد أن قرأنا سورة الإخلاص نتعلم منها أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن القرآن الكريم هو كتابنا الوحيد، وأن خالق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. هيا ردد معي عبارة التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. جزاكم الله خيرا، أتمنى لكم الأجر والفائدة. إلى اللقاء.